اليوم استمعنا للمتهمين الآخرين وتم توجيه أسئلة لهم من طرف هيئة الدفاع ومن طرف عفوا من طرف هيئة المحكمة ثم الدفاع ثم الدفاع ثم النيابة العامة ثم الدفاعهم الخاص، وبناء عليه حاولنا تفصيل ما وقع وكيف وقع وما هي الظروف اللي وقع ومن هم المتدخلون وكيف تدخلوا، لا من حيث لجنة الحوار ولا من حيث الأحداث كما وقعت ولا الظروف اعتقال ديالهم إلى آخره. الآن غادي ننتقلوا للمتهم الآخر، وهكا المحكمة تسير في اتجاه أنها تستمع لكل متهم وتعطيه الوقت الكافي. فاللي كيظهر لحد الآن بأن المحكمة كان الصدر ديالها رحب وسمحات باش يكون نقاش وتستمع للأطراف كلها، وهذا هي من أهم الشروط اللي يمكن توفر لهاد المتهمين باش يعبروا على مواقفهم ويعبروا على كذلك المعطيات اللي تخلي المحكمة أنها تختلف على الاتجاه أو ذاك. جلسة اليوم تميزت بواحد التصريح ديال أحد المتهمين اللي في الحقيقة كتلخص شنو هو الإشكال ديال القديم يزيد. الناس عندهم مطالب اجتماعية كيف عبر عليها هو، مطالب مرتبطة بأغراض اجتماعية اللي كيقول هو وقع فيها اتفاق مع وزارة الداخلية وتلبات وقع اتفاق من أجل تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه. لكن في التصريحات ديالو اللي قال عند قاضي التحقيق ولا التصريح اللي أكدوا اليوم في الزقل، وقع تدخل ديال طرف آخر واحد من المتهمين اللي طلب منهم يسيسوا القضية، وهذا التدخل هو اللي جعل أن الأوضاع تدهورت بالشكل اللي كنعرفوا جميع والمآسي اللي وقعت. فإذا نحن في الوضع المطالب الاجتماعية عادية كما قلت سابقا اللي كيمكن يعبروا عليها الناس بجميع الأشكال ديالهم، رضنا المغرب كله اليوم في مظاهرات وفي أشياء اللي هي مطالب عادية، لكن تدخل ديال أطراف أخرى اللي غادي يبان في التحقيق شكون هما اللي ما كيلاش نذكروا أسماء من اليوم، جعلوا أنه رفعوا الطابع الاجتماعي والعادي والمطلبي ديال النزاعات الى قضيه سياسيه هو اللي خلانا اليوم. فاذا التصريح ديال المتهم اللي سمعوا له هو تصريح مركزي اليوم ومهم بزاف في الملف. العائلات كلهم دخل، ما بقي في الخارج هما جمعيه ديال المجتمع المدني اللي جاوا كيساندوا. الشعارات ديالهم لا ما كتعنينيش لا من بعيد ولا من قريب، كيساندوا بالتحقيق لهم لحقا كيحسوا بالالم اللي كتحس به العائلات. احنا الخطاب ديالنا الموجه هو مبني على حقوق الانسان، لحقا غادي نصبحوا جمعيه اللي كتبنى حقوق الانسان. كتعرف ان اقدس حق في حقوق الانسان هو الحق في الحياه وتسلم من 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 ابنائنا، وحنايا ماشي دي رونكوني ما غاديش ماشي حق ودين ماشي انتقاميين، كنطالبوا بهاد الناس بالحياه ولكن يؤديوا الثمن على الجريمه اللي اقترفوها في حق ابنائنا.